السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصة اليوم. إن شاء الله قصة اليوم بتحكي عن أمير المؤمنين هارون الرشيد. لما اشتد المرض على أمير المؤمنين هارون الرشيد وأثناء خطبته بالمسلمين عدت سحابة وكأن الدنيا حتمطر، فقال لها امطري. كل ما اشتد عليه المرض كان يتمنى ودعو الله بالمطر، لأن في ساعة المطر في ساعة أجابة. فقال للصحابة بعد الخطبة أنا ودوني ساعدوني إني أعمل قبري، وعمل قبري، وبعدها قال لهم ودوني أزور قبري، وراح زار قبره. وأثناء زيارة قبره وهو حي يرزق، عمل قبره بيديه حي يرزق، فكان بيقول دعوته يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. وبتوفى بعدها أمير المؤمنين هارون الرشيد ودفن في قبره الذي أعده بنفسه قبل وفاته. يا رب تكون القصة عجبتكم، وإن شاء الله وإلى اللقاء بإذن الله في حلقة قادمة من قصة اليوم.